السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ صافا كلشي مزيان بخير. مرحبا بكم في كابسول جديده من قانونيات. في هذه الكابسول هذه غادي نعرفوا معلومه اللي هي مهمه بزاف، معلومه كتعلق بتسجيل المكالمات. شكون اللي ما عندوش لي زابليكاسيون اللي كيسجلوا المكالمات؟ تقريبا الاغلبيه. ولكن واش تسجيل المكالمات مساله قانونيه او غير قانونيه؟ هادشي اللي غادي نعرفوا في هذه الكابسول. بزاف ديال الناس عندهم لي زابليكاسيون اللي كيسجلوا المكالمات، وهذا واحد الفعل تقريبا كيقوموا به واحد العدد ديال الناس، وما تعرفوش القانون اشنو تيقول في هذه القضيه هذه. باش نعرفوا القانون شنو تيقول غيخصنا ضروري نرجعوا للفصل 24 من الدستور، اللي كيف ما كتقرا معايا كينص على انه لا تنتهك حرمه الاتصالات الشخصيه. لي زابيل مساله لا تنتهك حرمتها، وما عندها شي جهه خاصه او عامه ان تطالع المضمون ديالها او انها تبارطاجيها او انها تستعمل الجزء منها او الكل منها. وانت وانا وحنا كاملين ما عندناش الحق اننا نستعمل اي مكالمه مسجله ضد اي شخص كان الا بالامر القضائي. هذه المساله الاولى. الدستور حسن في هذه المساله لانه تعتبر باللي المكالمات مساله شخصيه لا تنتهك حرمتها. وكنرجعوا مباشره للفصل 447 واحد اللي شفتوه معايا في الكابسول اللي فاتت، اللي كيمنع تسجيل أقوال صادرة بشكل خاص أو سري. والمكالمات هي أقوال كتكون صادرة بشكل خاص وسري، ما عندناش الحق بيان سور أننا نسجلوها، دونك كتشكل هذه المسألة جريمة. أنا نكون غادي نجاوبنا على لابارتي الأولى من السؤال أو من المعلومة بأن هاد لي زابليكاسيون هادو مخالفين للقانون، وأنا وأنت ما عندناش الحق أننا نسجلو هاد المكالمات من الناحية القانونية. ولكن كاين واحد السؤال اللي غيتبادر للذهن ديالك، وكاين واحد السؤال اللي كيطرحوه واحد العدد ديال الناس. إلا تلقيت مكالمة بالتهديد بالقتل بالابتزاز بالرشوة بأي جريمة كانت، وكنحس براسي في خطر وبغيت نديكلاري، واش ممكن أنني نستعمل هاد المكالمة اللي سجلتها أمام القضاء؟ أنا ما بغيش ننشر، أنا ما بغيش نبارطاجي، أنا ما بغي ندير بها حتى شي حاجة، فقط بغيت نستعملها كدليل أمام القضاء. واش عندي الحق ولا ما عنديش الحق؟ باش نجاوبوا على هذا السؤال غيخصنا مباشره نرجعوا للفصل 24 من الدستور. كيف ما قريتي معايا، الفصل 24 من الدستور تيقول بان المكالمات الشخصيه لا يمكن استعمالها ضد اي شخص كان الا بامر قضائي. دونك هنا ما يمكن ليش نقدم واحد المكالمه سجلتها للقضاء غير هكاك، غيخصني ضروري نحصل على امر قضائي باش ناخذ المكالمه من عند شركات الاتصال. وباش نعرفوا الامر القضائي غيخصنا نرجعوا مباشره لقانون المسطره الجنائيه. قانون المسطره الجنائيه هو القانون اللي كيعطينا المساطر باش ناخذوا مثلا واحد الدليل معين او باش نوضعوا واحد الشكايه امام القضاء الى اخره، يعني القانون اللي كيعطينا بزاف المساطر اللي خصنا نتبعوها. وكنمشيو مباشره للفصل 108 منه اللي مهم بزاف واللي كيهضر لنا على المساله هذه. كيتكلم لينا على جوج الاشخاص اللي ممكن انهم يصدروا الاوامر القضائيه ديالهم للشركات الاتصال باش يعطيوهم لي زابيل اللي هي موضوع هاد الشكايه هذه، موضوع التهديد، موضوع الابتزاز الى اخره. هو السيد قاضي التحقيق والسيد الرئيس الاول لمحكمه الاستئناف. طبيعه الحال بزاف ديال الناس ما عندهمش الدرايه القانونيه والكفاءه القانونيه باش انهم يتبعوا هاد المساطر. هنا خصك تستعان بخدمات محامي باش تقوم بتقديم شكايه مع ملتمس او طلب من اجل الحصول على المكالمه اللي كتتعلق بالتهديد او الابتزاز الى اخره اللي تعرضتي لها من شركات الاتصال. بمعنى تفهم معايا هنايا مزيان ان المكالمات ما يمكن واخا نسجلها ما يمكن ليش نقدمها امام القضاء. المكالمات خصها تجي من عند شركات الاتصال باش تكون قانونيه، وهنا كيتسمى هذا الدليل المشروع. اخر هذه الحلقه هذه غادي تكون استفدتي معايا واحد المعلومه اللي هي مهمه بزاف، ان تسجيل المكالمات مساله غير قانونيه، وان تقديم المكالمات اللي سجلتها للقضاء مساله غير قانونيه وتقدر تستعمل ضدك. دونك هنا عرفنا كاملين انه بطبيعه الحال ملي نتعرضوا لمكالمه فيها تهديد او لا مثلا اي مكالمه اخرى تيخصنا نتبعوا المسطره ونستعنوا برجال القانون المحامون اللي عارفين هذه المسطره الخاصه. المعلومه ديال اليوم سالات، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. ان شاء الله غادي نتلاقاو في حلقه جايه مع معلومه اخرى في كابسول جديده. تبارك الله عليكم.